أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف 11، هذا هو الأسبوع الأول من الفصل الثاني، بداية جديدة وعودة أيضا حميدة إن شاء الله. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم الموضوعات والمحاور التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال الأسبوع الأول، كونوا معي. بداية وكما يظهر أمامكم على الشاشة، سنبدأ في الفصل الأول، الأردن في ظل الدولة العثمانية. خضع الأردن لحكم العثمانيين بعد انتصارهم على المماليك في معركة برج دابق عام 1516 للميلاد. قسم العثمانيون بلاد الشام إلى 3 ولايات هي دمشق، حلب، طرابلس، وكان الأردن يتبع لولاية دمشق. في بداية القرن 16 الميلادي قسم الأردن إلى لواءين، لواء عجلون الذي يضم النواحي الآتية: عجلون، السلط، الغور، الكرك، جبل بني حميدة، الشوبك، وكانت كل تلك المناطق مأهولة بالسكان. لواء حوران يتبع له من الأردن ناحية بني كنانة. هنا أبقى السلطان العثماني سليم الأول على الزعامات المحلية، ولكن في القرنين 17 و18 الميلاديين تراجعت السلطة المركزية للدولة العثمانية في الولايات العربية. أصبحت هذه السلطة غير قادرة على ضبط الأمن وتنامى دور القوى المحلية. اضطرت الدولة العثمانية إلى القيام بالإصلاحات الشاملة لولاياتها جميعا. الأسر والزعامات المحلية في بلاد الشام. تنامى دور الأسر والزعامات المحلية في بلاد الشام في بداية القرن 17. أعلن بعضها العصيان ضد الدولة العثمانية وتأسيس حكومات خاصة بها، مستغلة الضعف السلطة العثمانية وانشغالها في حروبها الخارجية. ومن أبرز الزعامات المحلية التي حكمت في بلاد الشام الأمير فخر الدين المعني الثاني، وظاهر العمر الزيداني، وأحمد باشا الجزار. لقد كان لهذه القوى المحلية أثر واضح على سكان الأردن آنذاك، إذ عملت هذه القوة على إقحام السكان في النزاعات الدائرة بينها وضرب الفئات الاجتماعية ببعضها وخلق النعرات بينهم. ولذلك كان نشب النزاع بين والي دمشق والأمير فخر الدين المعني الثاني، شاركت بعض القبائل البدوية والعائلات الأردنية في هذا النزاع. ثالثاً، حملة محمد علي على بلاد الشام. أرسل محمد علي باشا والي مصر ابنه إبراهيم باشا في حملة عسكرية على بلاد الشام التي كانت تخضع للسلطة العثمانية، لأنه كان يطمح إلى تأسيس إمبراطورية في البلاد العربية له ولأبنائه من بعده، مستغلاً الأوضاع التي كانت تمر بها الدولة العثمانية من ضعف وأطماع الدول الأوروبية في أملاكها. استطاع إبراهيم باشا السيطرة على بلاد الشام والقيام بأعمال كثيرة فيها، أهمها تقسيم بلاد الشام إدارياً إلى مديريات ثم إلى متسلميات يرأسها متسلم متصرف، إذ أصبحت الأردن تابعة لمتسلمية عجلون، والاهتمام بطرق المواصلات فيها، فرض الأمن والاستقرار في البلاد، وذلك بنزع السلاح من الأهالي لمنع الحروب بينهم، تنظيم جباية الضرائب وفرض ضرائب جديدة، فرض التجنيد الإجباري. بدأ السكان بالتذمر من السياسة التي اتبعها إبراهيم باشا في التضييق عليهم عن طريق ملاحقة الزعامات المحلية وشيوخ العشائر. وبالطبع شهد الأردن نتيجة لتلك الأحداث المتسارعة استقرار أعداء القادمين إليه من المناطق المختلفة. أواخر القرن 19 قدمت أفواج من العائلات السورية والفلسطينية واللبنانية والمصرية، استقرت في مناطق السلط وجرش وعمان وغيرها، كذلك الشراكسة والشيشان من بلاد القوقاز الذين سكنوا حول ينابيع المياه في وسط عمان حول الأبنية الأثرية
والمدرج الروماني، وقد أطلق اسم حي المهاجرين قرب رأس العين نسبة إليهم، وبعضهم الآخر استقروا في وادي السير وناعور وصوالح والزرقاء وجرش والسخنة، وكذلك الأرمن الذين استقروا في عمان. هذه هي إضاءة سريعة لما سنتناوله في الأسبوع الأول من الفصل الثاني. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.